إذا بتحبوا على الشات فيكم تكتبوا على الشات أستاذ. نعم على الشات. الشات. Nehme, while people are adding their name to the chat, shall I say a couple of words of welcome? عندما سوف أقول بعض الكلمات الترحيبية. Yeah, go ahead, Julian. تفضل سيد جوليان. دكتور. دكتور جوليان. كل واحد يكتب اسم بلده مقابل اسمه. إيه. كناريا. ايه يكتب مظبوط الحق معك استاذ هاني يكتب البلد مقابل الاسم بيكون كثير كتابه جوليان if you can just inform that the meeting will be recorded and that I'll do that part by the way they're all fine ثم تذكروا المشاركين بان هذا اللقاء سوف يسجل actually the Arabic channel just started the recording if you want to start the English it's also fine I've done it already نذكر الحضور do you hear me Yeah, I can hear you, Julian. I can hear you, Julian. I'm not receiving the translation at the minute. I can hear the translation into Arabic, from English to Arabic. I can hear it very well. أسمع الترجمة بالقناة العربية جيدا. نحب أن نذكر الحضور بأن يتم تسجيل هذه المحاضرة. يتم تسجيل هذه الندوة. Yeah, there are issue again on the interpretation channel colleagues interpreters so you need to be one in the English booth and one in the Arabic booth otherwise on the English channel we don't hear fully the interpretation please المشكلة في الترجمة الأساتذة الكرام هل تسمعوني في اللغة العربية في القناة العربية أنا نحن نسمعك في القناة العربية ولكن المشكلة في القناة الإنجليزية المشكلة في القناة الإنجليزية نريد مترجم في القناة الإنجليزية Two interpreters are well connected Mohammed فإذا من بعد ما تم التعرف على المشاركين وعلى البلدان التي تمكثون فيها سوف نبدأ بالعرض لأهداف هذه الندوة في هذه الندوة كما قلت سابقا إنها تتعلق بإطلاق التقنيات التعليمية التفاعلية الابتكارية في هذه الندوة سوف يتم عرض لممارسات تعليمية ابتكارية ترتبط بمفهومي الحجم والمساحة في الرياضيات ومن بعده سوف يتم عرض لنشاط تعلمي إبداعي في مادة الإلكترونيك من بعده سوف يتم عرض لتجربة تعليمية ابتكارية في تعليم مفهوم الذبذبات الإلكترومغناطيسية وسوف ننهي العرض بعرض ممارسات تعليمية ابتكارية ترتبط بمجال الهندسة أوكي سوف نبدأ Nehme, is it possible for you to pause at some point and for me just to welcome people from the point of view of ETF? Yeah. It's a good point for you. You tell me when. أريد كلمة حتى يتأتى لي أن أرحب بالمشاركين. قل لي متى. Shall I do that now? What's a good time? Yeah, you can do it now. بإمكاني أن أقوم بهذا الآن. Go ahead, Julian. تفضل. Julian, yes. Go ahead.
Go ahead now. Okay. I'm sorry for the slight delay. I had some problems with the translation. مشكل تقني بالترجمة. But I think I can speak to you now and you will hear me. I'd like to, from the point of view of the European Training Foundation, welcome you very much to this webinar, which, as Nehmeh said, is part of a series of webinars that ETF are organizing. All of the webinars are very international, and they're conducted in English and in other languages. Today, in Arabic, others are conducted in Russian as well, or in English, in some celebration or in other languages. And we're having one of these webinars about every 2 weeks, and you can see from our website what the program is and what we do. هي كلها تتعلق بالابتكار والإبداع والتدريس سواء كان هذا يتعلق بالبيداغوجية أو التكنولوجيا أو استعمال التكنولوجيا أو التعاون أو أي نوع من الابتكار. ما نأمل به هو أن هذا سوف يكون فرصة بالنسبة للمعلمين والأساتذة والمربون الذين يعملون في بلدان مختلفة لحتى يتشاطرون ممارساتهم، ليس فقط للكلام عن الأفكار ولكن لتبيان وتوضيح ما يقومون به ولتعلم من بعضهم البعض. أنا جد مسرور أن أكون هنا اليوم في هذا الويبينار الذي هو بلغتين، اللغة العربية والإنجليزية، وسوف تكون مناسبة سانحة للمعلمين الذين يعملون في الدول العربية لتشاطر معنا ومع بعضنا البعض ممارساتهم. لن أطيل أكثر وأعطي الكلمة للسيد نيمي استمرار في هذه المداخلات، وأنا جد مهتم بما سوف تقولونه. شكرا لكم. شكرا لكم سيد جوليان على هذه الكلمات الترحيبية وهذا التعريف بهذه المؤسسة. سوف once again. No. Yeah.
تسمعوني باللغة العربية؟ تسمع؟ Yes. Wait. Okay.
منتديات حوارية لكل درس، رائع جدا. نريد منتدى حواري بكل درس، نريد منتدى حواري. هذا المنتدى سوف يفعل التفاعل بين التلاميذ. أشكركم على هذه الإجابات الرائعة. سوف ترون في هذه الندوة تطبيقات، ممارسات تعليمية تطبيقية على معظم الذي الأمور التي ذكرتموها في هذين السؤالين. نعود إلى الباوربوينت ونبدأ بعملية العرض. خليني أعود أعمل نيو شير للباوربوينت ونبدأ بعملية العرض. فإذا من خلال ما تبين، هل ترون الباوربوينت؟ هل ترون الباوربوينت؟ نعم دكتور. جيد. فإذا من خلال الإجابات على الأسئلة التي طرحت، تبين لنا بأن الممارسات التفاعلية الابتكارية تعني أن هناك ممارسات حالية يجب الانتقال من الممارسات الحالية إلى ممارسات مرغوب بها تتماشى مع التطور التربوي، من أجل الهدف الأساسي توظيف التلميذ لمعارفه من أجل حل مشكلات من واقع الحياة. هذا هو الأساس. ولنرى هذه العروض. هأبدأ بالعرض. سوف أبدأ بعرض لممارسات تعليمية تفاعلية ابتكارية من إعداد طلابي في الجامعة. أعلمهم مقرر طرائق تعليم الرياضيات. هؤلاء الطلاب طلب منهم تصميم درس حول الحجم والمساحة. نعم، هل هناك من مشكلة؟ فإذا طلب منهم تصميم درس حول الحجم والهندسة. هؤلاء الطلاب من خلال تعليمي لهم طرائق التعليم الابتكارية التفاعلية، بدل من أن يصمموا ممارسات تعليمية تقليدية لتعليم مفهومي الحجم والهندسة، وأنتم تدرون كيف يعلم الحجم والهندسة من خلال فقط تزويد الطالب بالقوانين الحجم والهندسة بشكل منفصل ومنعزل عن الحياة. نفذوا هؤلاء الطلاب مهمة، كانت هذه المهمة ملقاة عليهم. عليهم لعب دور مهندس لتصميم معلبات غذائية، وكأن هؤلاء الطلاب يعملون كمهندسين في شركة، وطلب منهم مدير الشركة أن يصمموا معلبات غذائية تتسم بنوعية عالية وكلفة منخفضة. هذا هو الأساس، فهم مهندسون وعليهم تصميم هذه المعلبات بنوعية عالية وكلفة منخفضة. عليهم استكشاف الحجم والمساحة السطحية المناسبين لتصميم معلبات غذائية، كما ألقيت عليهم مهمة استكشاف الشكل الهندسي المناسب لتصميم معلبات غذائية. هل هو على شكل هندسي أم على شكل منشور أم على شكل مكعب؟ عليهم أيضا رفع تقرير لمدير الشركة المنتجة للمعلبات الغذائية بشأن اختيار الشكل الأنسب للمعلبات ضمن الشروط المطلوبة. وفي النهاية عليهم عرض نتائجهم لأصحاب الشأن باستعمال تطبيقات تكنولوجية مثل الباوربوينت وغيره. فإذا الدور الذي سوف يلعبه التلميذ مهندس، قد يزورون هذه المعامل. هل تسمعوني جيدا؟ أريد التأكد بأنكم تسمعوني جيدا. نعم. سوف يلعب الطلاب دور المهندس، وهؤلاء الطلاب زاروا هذه المصانع هنا في بيروت. من بعدها ماذا فعل؟ بدأوا بعملية البحث على الإنترنت، استعملوا مصادر إلكترونية علمية. كانت نتيجة بحثهم بأن التصميم الأقل كلفة، هم توصلوا إلى هذه النتيجة، التصميم الأقل كلفة هو التصميم الذي نسبة مساحته السطحية إلى حجمه الأصغر. لم أزودهم بهذه النتيجة. هم اكتشفوا من خلال البحث على أن التصميم الأقل كلفة هو التصميم الذي نسبة مساحته السطحية إلى حجمه هي الأصغر. بدأوا بالعمل. انقسموا إلى مجموعتين. المجموعة الأولى فكرت في السؤال الآتي، وسوف ترون الإجابة. طرحوا هذا السؤال على أنفسهم: هل ينبغي أن تتخذ العبوات شكلا أسطوانيا أم مكعبا؟ احتاروا، هل الشكل الأسطواني كلفته أقل من الشكل المكعب؟ هل سوف يؤدي إلى حجم أكبر ومساحة أصغر؟ لأنه عندما تكون المساحة أصغر هذا سوف يؤدي إلى كلفة أقل من خلال المعدن ومن خلال الغطاء. فبدأوا طرحوا هذه الأسئلة،
ووضعوا أمامهم خيارين، الخيار الأول هذا المكعب مع هذه الأبعاد، والخيار الثاني أسطوانة لها هذا الارتفاع 2x وهذا القطر للقاعدة، وبدأوا بعملية باحتساب المساحة السطحية، هذه نسبة المساحة السطحية إلى الحجم في كلا الخيارين. توصلوا إلى أن المساحة السطحية، نسبة المساحة السطحية إلى الحجم في كلا الخيارين هي نفسها، وتوصلوا إلى نتيجة تالية أن نسبة المساحة إلى الحجم في الخيارين هي ذاتها، مما يعني أنه في كلا الخيارين سوف يؤدي ذلك إلى كسب حجم كبير ومساحة سطحية قليلة. الصوت دكتور راح الصوت، ولكن عليك لم يتسع الوقت لي لأعرض نوع العادة التي توصلوا إليها، ولكن فقط أحب أن أصوتكم بماذا اعتمدوا، بنوع المعدن، وأوصوه باعتماد معايير أخرى تتعلق بالأثر البيئي. قالوا له انتبه، التطور التكنولوجي الآن يتكلم عن معادن يمكن إعادة تدويرها، فعلينا استخدام هذه المعادن، وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى أمرين، إلى خفض الكلفة لأنه نستطيع إعادة التدوير، وإلى أمر أهم المحافظة على البيئة. كما أوصوه باعتماد معايير أخرى تتعلق بقابلية المعدن للتحلل. عندما قاموا بعملية البحث على الإنترنت تبين لهم بأن نوع المعدن مهم جدا، يجب أن يفكروا بنوع المعدن الذي يمكن إعادة تدويره من أجل المحافظة على البيئة، وطبعا من أجل تخفيض كلفة الإنتاج هذه المعلبات. كما وجدوا على الإنترنت بأن هناك معادن يمكن تحليلها، فهذه فعندما نستعمل معادن تكون لها القابلية للتحلل، هذا يحافظ على البيئة وأيضا يؤدي إلى خفض الكلفة. لنرى المجموعة الثانية. أما المجموعة الثانية، قررت المجموعة الثانية اعتماد شكل أسطواني للمعلبات الغذائية على خلاف المجموعة الأولى، ولكن احتاروا، قالوا هناك خيارين، نستطيع أن نجعل القاعدة تكون هي ذاتها، يكون الشعاع R في الخيار الأول والارتفاع 2R، بينما الخيار الثاني شككوا، قالوا ربما إذا اعتمدنا R وارتفاع 3R لربما يكون الخيار الثاني يكون الحجم فيه أكبر من الحجم الخيار الأول وتكون المساحة أقل، أي مما يعني نسبة المساحة إلى الحجم تكون أصغر، فكانوا فكروا بنفس الطريقة بأنه عليهم احتساب نسبة المساحة إلى الحجم. ولنرى إلى ماذا توصلوا. توصلوا إلى أن المساحة السطحية الحجم في الخيار الأول هي 3 over R، وفي الخيار الثاني هي 8 over 3 R، مما يعني أن نسبة المساحة السطحية إلى الحجم في الخيار الثاني هي الأصغر، وطبعا اعتمدوا الخيار الثاني الذي يؤدي إلى كلفة أقل. وأيضا أوصوا مدير الشركة هنا باعتماد الخيار الثاني هو الكلفة الأقل، ولكن أيضا اعتمدوا معايير تتعلق بنوع المعدن ولها علاقة بالأثر البيئي على التدوير ولها علاقة بقابلية المعدن للتحلل. لاحظوا ماذا حصل هنا، الطلاب لم يتعلموا فقط الرياضيات، هذه هي الأهداف التعليمية. لو اعتمد طلابي هنا الطرائق التقليدية لكانوا فقط اعتمدوا على هذه الأهداف الرياضية والتي يعتمدها معظم معلمي الرياضيات في العالم، فقط لكانوا اعتمدوا على هذه الأهداف وشرحوا إلى التلاميذ كيفية إيجاد المساحة السطحية للمناشير المستطيلة والأسطوانات، ومن ثم انتقلوا إلى تزويد التلاميذ بالصيغة التي تجعلهم قادرين على كيفية إيجاد الحجم للمناشير المستطيلة والأسطوانات، ومن بعدها زودوهم بكيفية كتابة مقادير نسبية بسيطة بصيغ مختلفة لأنهم يحتاجون إلى هذه المقادير من أجل احتساب نسبة المساحة إلى الحجم. لكن هؤلاء الطلاب لم يعتمدوا هذه الطريقة التقليدية التي تجعل الرياضيات منعزل عن الحياة، التي تجعل التي لا تدخل المعنى إلى الرياضيات، أو التي تجعل من الطلاب الذين يشعرون بأن الرياضيات هو مادة مجردة سوف يقولون ما الهدف من تعلم الرياضيات، لا نرى تطبيق له بالحياة، لماذا نتعلمه، إنه مجموعة من الصيغ الرياضية لا أكثر ولا أقل، تحتوي على letters على أحرف X و Y ومتغيرات، ما الهدف منها؟ عمليات حسابية.
يس علامات نعميات حسابية وبروسيجر. ولكن الذي قاموا به ربطوا الرياضيات بمادة العلوم. الطلاب كانوا قد تعرفوا من معلم العلوم على أنواع مختلفة من المعادن وتعرفوا عليها. في هذا البحث وظفوا هذه المعارف وتعرفوا أكثر على أنواع أخرى من المعادن، وظفوا أنواع المعادن التي تعلموها في مادة العلوم من أجل إتمام هذه المهمة. فهذه الأهداف كانت قد جرى تعزيزها في هذا في هذه المهمة، كما أيضا جرى تعزيز التي تعلموها في مادة اللغة الإنجليزية. هم تعلموا بمادة اللغة الإنجليزية كيفية تصنيف المعلومات، كيفية تنظيمها، كيفية تبويبها، كيف يحللون النصوص، وكيف يقومون بعمليات استدلال، وكيف يبررون الحلول التي الذين يتوصلون إليها. ولكن لم تتاح لهم الفرصة بأن يعطى لهم نص في الرياضيات والعلوم ليطبقوا الأهداف اللغة التي تعلموها في اللغة الإنجليزية. وهنا نعتبر بأن هذه الممارسات هي تختلف عن باقي الممارسات التقليدية، لأنها جعلت التلميذ يوظف ما تعلمه في الرياضيات والعلوم من أجل في مادة الرياضيات من أجل إتمام مهمة ومشكلة يواجهها المدير الشركة، لأنه في حيرة، يريد أن يخفف من الكلفة ويريد أن يصمم معلبات غذائية في نوعية عالية وكلفة منخفضة. كما استطاع طلابي أيضاً أن يوظفوا الأهداف التالية التي تعلموها أيضاً من مادة اللغة الإنجليزية، وهي تتعلق بالأمية الرقمية. الآن نحن نريد أن نتأكد بأن قد تخلصوا من الأمية الرقمية. ماذا نعني بالأمية الرقمية؟ هل يعرف التلاميذ عملية البحث على الإنترنت؟ هل يتعرفون أو لا يعرفون كيف يقومون بعملية البحث؟ هذه المهارات، هذه الأهداف التعليمية التي تعلمها الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية لناحية محو المادة الأمية الرقمية وظفوها في هذا البحث، لأنهم هم تعرفوا على كيفية البحث على الإنترنت، وظفوها من أجل إنجاز مهمتهم. تعرفوا كيفية قراءة النصوص الإلكترونية، وظفوها لإنجاز مهمتهم هنا. تعرفوا كيفية تحليل وتلخيص النصوص الإلكترونية، أيضا وظفوها. والأهم من ذلك، تعرفوا على كيفية تقييم مصداقية مصدر إلكتروني. لا يمكنهم الاعتماد على أي مصدر إلكتروني يجدونه على الإنترنت. فعندما طلبت منهم هذه المهمة وبحثوا على معلومات عن الإنترنت، هم بحثوا على مصادر إلكترونية ذات مصداقية. وهذا الأمر يدل على أن جميع المعلومات التي يتعلمها التلميذ في المدرسة يتم توظيفها من أجل إنجاز مهام تساعد في حل مشكلات تواجههم في حياتهم. بل أكثر من ذلك، وظفوا أيضاً مادة المعلوماتية. لقد تعلموا في مادة المعلوماتية كيفية كتابة تقرير باستعمال تطبيقات تكنولوجية مثل مايكروسوفت وورد، وتعلموا كيفية إنشاء عرض باستعمال تطبيقات تكنولوجية مثل الباوربوينت أو سلايد، كما تعلموا كيفية استعمال برنامج سبريدشيت. وظفوا كل هؤلاء لإنجاز هذه المهمة. استعملوا سبريدشيت من أجل تطبيق الصيغ الرياضية التي تعلمونها. استعملوا الوورد من أجل كتابة التقرير ورفعه إلى مدير الشركة. واستعملوا الباوربوينت من أجل العرض. سوف أعرض نشاط آخر ونفتح النقاش. النشاط الآخر أيضا من إعداد طلابي هو للمرحلة الثانوية. التوبيك هي إلى تتعلق بالمتجهات فاكتورز، لنرى كيف أعد طلابي هذه الممارسات التعليمية التي تتعلق بتعليم المتجهات الفاكتورز. طلب من الطلاب أن يلعبوا دور مراقب جوي في المطار لتحديد مسارات الطائرات. لاحظوا موضوع الفاكتورز هو موضوع مجرد، لطالما الطلاب كرهوا هذا المفهوم. أين نوظفه لهذا المفهوم؟ انظر إلى هذه الممارسات الابتكارية. تم توظيفه في أن يلعب الطالب دور المراقب الجوي ليستعمل الصيغ المتعلقة بالفاكتورز بالمتجهات ليحدد مسار الطائرات في الجو. أيضاً وهو سوف يوظفها لاستكشاف كيفية إيجاد سرعة الطائرة وفقاً لموقعها الجغرافي، وليستكشف تأثير الرياح على سرعة الطائرة. وإليكم
هذا النشاط الإبداعي. فإذن هل تستطيعون مشاهدة النشاط؟ النشاط هل تستطيعون مشاهدته؟ لم يظهر بعد دكتور. لم يظهر. هذا لننتظر. فقط أيقونة الوورد. الوورد هو الوورد. أيقونة ظاهرة بس. أيقوني. بس الأيقونة؟ طيب خليني أعد أعمل شير. خلي يكون معي. بس لحظة. لما ركلك عليها. بس لحظة لعود أعمل شير. أنا عندي فاتح بس عندكم. بس لحظة لعود أعمل شير. دقيقة بس. خلي يكون معي. خلي يكون معي لحظة. بعتقد هلأ صار فيكم تشوفوا. نعم. صحيح. موضوع الفكتورز أسيد زي موضوع مجرد. يعني التلاميذ يكرهون هذا الموضوع. تم تطبيقه من أجل إيجاد موقع الطائرات. يعني هيدا التلميذ نحن هو بالمرحلة الثانوية صرت قادر أنا أخليه يشتغل بالمطار كمراقب جوي. إذا لقيته أبدع بهذا المفهوم بقول له أنت فيك تكمل مراقب جوي. وهون بيكون صار في نوع من الجودة في التعليم المهني. صار في جدوى توجيه المهني خلص هيدا بالمرحلة الثانوية ما قدر يكمل جامعة لقيته أبدع بهالأمر بقول له فيك تتحول وفوت على التعليم المهني وتكمل بالمراقب الجوي بينما بمعظم بلداننا العربية بيخلص المرحلة الثانوية وإذا ما قدر التحق بالجامعة بتلاقي أنه بيشتغل بأي عمل ما بيوظف كل هالمال اللي دفعوه أهله. فلاحظوا هنا الطائرة، أوكي، وهون تم تطبيق الفكتورز من خلال إيجاد الماغنيتيود، أوجد قياس الزاوية التي تشكلها مسار الطائرة بالشرق الجغرافي والشمال، هون أوجد هذه الزاوية هي طيارة بالشمال بالشرق الجغرافي والشمال الجغرافي، لطالما بيكون التلميذ بالطائرة وما بيعرف كيف عم يحدد مسارها. فإذا استعمل الفكتورز لحدد المسار، من بعدها أوجد السرعة الشرقية والسرعة الشمالية للطائرة، بل أهم من ذلك انطلب منه في طائرة مرت بقربها بسرعة تساوي نصف السرعة ولكن باتجاه معاكس، انطلب منه يقدر يجيب هالسرعة لطائرة أخرى جاي بالاتجاه المعاكس. ولا أهم من ذلك نحن بنعرف بالطائرات بتهب رياح وخصوصا في الشتاء هبت رياح بهذه السرعة، وبيقول الكابتن إنه هبت رياح. طب شو أثر هالرياح على السرعة؟ لحاله أوجد التلميذ هذا الأثر وبين معه إنه هذه الرياح أدت إلى سرعة الطائرة وليس تناقصها. وحتى هون طلب من التلاميذ إنه يعرفوا الرياح أمتى بتهب بشكل أكثر واتجاهها. وهون وظفوا تلميذي معارفهم اللي أخذوها بالإيرث ساينس وقليل ما تصير ربطوا الرياضيات بالأرث ساينس، تم ربطوا بالأرث ساينس وربطوا بالمراقب الجوي. نحن أنا عرضت عليكم هالممارسات التعليمية والآن سوف أعطي الفرصة لكم بس لحتى تعطونا آراءكم، وإذا في ممارسات تعليمية شبيهة أنتوا حابين تزودونا فيها بهذا الوقت قبل ما ننتقل للأمور الأخرى وقبل ما ننتقل لباقي المتكلمين. فهلأ الوقت لحضرتكم، هذا الوقت تشاركونا، تعطونا انتقاداتكم، تعطونا تعليقاتكم على الشيء اللي هلأ تم عرضه. ممكن دكتور نعمل؟ تفضل. يعني أنا عملت نفس الشيء في موضوع المغناطيس. إيه. وقلنا المغناطيس أولاً يعني ما علاقة المغناطيس بالعبادة؟ أوكي. صح. وجهوا إنه تحديد كان ما علاقة المغناطيس بتوليد الكهرباء؟ جيد. كيف يؤثر كيف يؤثر المغناطيس في صناعة المواد الإلكترونية وكذا؟ ما دور كذا؟ فوجدوا حوالي 90
استخدام للمغناطيس، ربطوه مع الاجتماعيات، ربطوه مع الجغرافيا، ربطوه مع يعني ربطوه مع مواد كثيرة جدا جدا، وفعلا كان على مدى 3 حصص متتالية كان تفاعل كبير جدا. من خلالها دخلت إلى قوانين القوة المغناطيسية وكيف تؤثر القوة المغناطيسية الناتجة عن مرور تيار كهربائي في السلك، وكيف ينتج والكهرومغناطيسي وكذا، كان مدخل إلى فصل كامل من خلال ربط المغناطيس بالحياة وتنوعه وربطه مع المواد الأخرى. حنتقل عذر شو على إلك من في الأستاذ جوليان رافع يده. مستر جوليان the floor is yours. Thank you for the example. I think it's great to see the teaching of mathematics embedded in the real world and connected to other subjects. I know that students find mathematics particularly difficult because it seems so disconnected. مقررات نظرية ليست مرتبطة بالعالم وليس مرتبطة بالواقع، ولذلك بعض التلاميذ للأسف لا يكونوا محفزين من الأساس. أن نتأكد أنه ليس من السهل على أستاذ واحد أن يخرج بالعديد من الأمثلة الواقعية مثل هذه، لأن هذا يأخذ منا وقتا وعملا وجهدا. وإذا كنتم ستغطون كل مقرر الرياضيات سيأخذ منكم وقتا طويلا أن تخرجوا بأمثلة فعلية. إذن من الأحسن أن بعض الأساتذة يخرجون ببعض الأمثلة من الواقع اليومي ويتقاطعونهم معكم، وإلا فكل أستاذ عليه أن يخرج بمثال واقعي، وهذا عمل ضخم جدا. ولذلك علينا أن نشتغل سويا وجماعة بشكل جماعي، وإلا وهذا طبعا سيكون واقعيا، وإلا فسيكون من الصعب جدا. أنا كذلك فرحت بالإنصات إلى العرضين الآخرين، لكنني ربما هناك إشكال مع الوقت، علينا أن ننصت كذلك للمقدمين الآخرين. لحضرتك. مرحبا دكتور. الحقيقة النشاطين حلوين كثير، ويمكن نلاقي بأبحاث بكلفوها بعض الزملاء في بعض مدارس معينة، لكن قد تكون قليلة جدا. شو يعني بصير لو أنه قدرنا نجمع مثل هذه المبادرات الفردية ندرب معلمينا عليها ويستعملوها في أكثر من موقع وأكثر من مدرسة، ومن ثم أي نشاط جديد بيحصل أيضاً نوثقه، وبالتالي نقدر نعطي معلمينا كثير تدريب خلال التدريس خلال العمل. هيدا اللي قاله جوليان Training through service. صحيح، هيدا اللي قاله جوليان أستاذ هاني، قال لازم إنه يصير في مشاركة، لأنه هيدا عمل كثير بده جهد. فخلي كل الأساتذة اللي عندهم هالإبداع، أنا عندي مثلاً طلابي، الأساتذة الباقيين اللي هن عم يبدعوا كمان، خلي يصير في مشاركة. الأستاذ الكريم من الأردن كمان قالنا عنده إبداعات، خلي يصير في مشاركة لهالأمر هيدا. وهيدا اللي بلكي بحاول إنه ننجزه بالعالم العربي، بلكي بنحاول ننجزه. بقدر أحكي؟ ممتاز. إيه تفضل أستاذ سامي، تفضل. أنا بعتقد المثال الأول والمثال الثاني يصبح كمشروع وليس كحصة صفية، لأنه بتوقع إنه مثل هذا العمل راح يخلق عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى هو بصير لود على المنهاج، حمل كبير على المنهاج، والمشكلة الثانية بصير استهلاك تايمز، بدك تايمز كثير. والمشكلة اللي بعدها إنه بدك يصير بعدها بده يكون عندك تعاون وثيق مع المجتمع المحلي لإنجاز مثل هذه المشاريع. Thank you. شكرا استاذ سامي. هذا الامر انا كتبته بالمدونه وحضرتك علقت عليه وبتشكرك. هذا اللي كتبته بالمدونه، انه قد يلاقي المعلمين عبء بتطبيق هال المهام والانشطه الابتكاريه، ولكن خلينا اذا ما قدرنا، انا عرضت حل انه بلكي الجامعه، يعني عبر الطلاب بالجامعه يفوتوا هن على الصفوف
ويقدر يقوموا بهالمهام، او قد بدل ما نعطيه مشروع كبير استاذ سامي قد نجزئ هالمشروع، يعني بدل ما نطلب من التلاميذ يروحوا كمان على المعادن، لا خلينا نربطها فقط بالرياضيات وبالحياه. بعتقد بهيك الامر ما نكون خسرنا التطبيقات التفاعليه وبعدنا عن العبء للمعلم. بالعكس انا بالعكس انا بشجع مثل هيك الافكار، يعني أهمية المشاريع في التدريس، وهذا شكل من أشكال المشاريع يعني 100%. ممكن أعلق يا دكتور؟ في بس دكتور قاسم زين بده يعلق، وعد بعطيك الكلام ومن بعده حننتقل لباقي المتكلمين لأنه أحلى ما يدهمنا الوقت. فإذا تفضل دكتور قاسم زين، تفضل دكتورنا العزيز يعطيك العافية. أنا بس بدي زميل اللي حكى قبلي بموضوع أنه بشكل عبء، وخصوصا بموضوع المشاركة مع المجتمع المحلي. بالعكس أنا بشوف لا، هيدول التجربتين ضروري، عملية التواصل أو الالتفاف على المجتمع المحلي، لأنه بيغذي التربية الحديثة وبيفتح على جودة التعليم بهذا المجال، خصوصا بالنقطة اللي أثرتها حضرتك أنه بموضوع التجربة اللي بالطيران المدني أو تحديد سرعة الرياح أو ما شابه. هذا أنت حددت مسار معين لتوجه الطلاب، خصوصا إذا كان عندهم الرغبة بهذا الشيء على مسار المهني. هايدي بالعكس، هايدي أنا تجربتين بشوفهم لا، تجربتين ناجحتين، خصوصا بموضوع التفاعل مع المجتمع المحلي، وهذا المطلوب بتربيتنا الحديثة. ممكن دكتور قاسم الكلام؟ يس تفضل استاذ ربحي والمداخلة الأخيرة. دكتور والكلام للجميع، احنا عندنا في الأردن الآن حصتين أسبوعيا متتاليتين اسم حصص نشاط كل أسبوع لجميع الصفوف، فممكن ممتاز. أسبوعيا نستغل هذه الحصتين في بداية مشروع ونتابعوا حصص النشاط الأخرى جيد لمدة ممتاز. فصل ممتاز. كامل لمدة كذا نحصل ممتاز. على مشروع متكامل. ممتاز ممتاز أستاذ، ممتاز ممتاز. شكرا لكم الكلام دكتور. بس إذا تسمح لي بسرعة، لأنه في بعد عندنا متكلمين، في ثلاث متكلمين بدهم يحكوا، فبس معنا دقيقتين. تفضل أستاذ أحمد بسرعة. شو علاقة اللي تفضلت فيه بستيم وستيم؟ طبعاً مرتبط. أنا بلاحظ بعد إذنك دكتور إنه هو نفسه أو رابط كبير جداً ما بينه وبين ستيم. صحيح رابط كبير جداً بينه وبين ستيم أكيد. تفضل أستاذ. شكراً لك أستاذ هاني. عندنا أستاذ هاني، ما عم نسمعك، أنت ميوت. دقيقة فقط، أنت ميوت، حضرتك ميوت. دكتور أنا حكيت بالأول بس إبراهيم. اسم آخر، في اسم آخر. إبراهيم طلع باسم هاني. استاذ ابراهيم تفضل مداخله الاخيره. في مثال عجبني، ناخذ عدد السكان بدوله معينه فيها نسبه زياده السكان كبيره، اي فناخذ سنوات وعدد السكان، فبيطلع بالاخير اقتران اسي. فهذا الاقتران الاسي شكله بزيد عدد السكان، الان ما يترتب على زياده عدد السكان من مدارس ومرافق صحيه وترويث بيئي الى اخره. فهذا صحيح. ممكن نربط يعني الرياضيات في الاقتران الأسي بمشاكل حياتية بمدى الجغرافيا. شكرا أستاذ إبراهيم. ننتقل الآن إلى الأستاذ أشرف بوسي. أستاذ أشرف لك المحاضرة. أستاذ أشرف عم تسمعنا؟ تحياتي دكتور نعمة، دكتور قاسم وجميع المحاضرين. يا هلا، أتمنى طبعا. لكم ليلة سعيدة مليئة بالتعلم من خلال تبادل الخبرات. اسلام، فيك تعمل شير وتفضل. تفضل. فاذا الاستاذ اشرف بوسي هو استاذ ماده الالكترونيك في القطاع المهني، سوف يعرض نشاط ابتكاري في التعليم في التعليم المهني. لنرى هذا النشاط. بدايه نحن في التعليم المهني والتقني ينقسم التعليم المهني إلى جزئين. الجزء الأول هو تعليم نظري، والجزء الثاني هو تعليم تطبيقي. نحن نتعلم في التعليم التطبيقي من خلال الاكتشاف، طريقة من خلال الاكتشاف. سأعرض عليكم نموذج لمادة أعلمها، هي مادة التحكم الآلي، مرحلة البكالوريا الفنية سنة ثانية. عنوان الدرس تعديل برمجة آلة صناعية لطلاء الصناديق.
هذه هي الـ هذه هي الآلة. الهدف الأساسي من الحصة أن يتعرف الطلاب مفهوم التناغم الكهرومغناطيسي ويطبقوه بالطرق التالية: فهم البرمجة السابقة، تحديد الخلل في العمل التقني، إيجاد الحل المناسب من خلال التقييم المبدئي ومراعاة الظروف الاقتصادية المستجدة. هذه المكنة مؤلفة من 3 أجزاء. الجزء الأول هو لمرحلة التحضير ووضع الصناديق، الجزء الثاني هي لمرحلة الطلاء، والجزء الثالث هي لمرحلة التنشيف. لدينا مشكلة في هذه المكنة، هي موجودة في المصنع عندنا. مشكلة أن أي صندوق أي لون يضع على السجادة المتحركة يتم مباشر طلاء لهذا الصندوق ومرحلة الطلاء وبعدين التنشيف لو كان لونه أحمر الصندوق. فهذا الطلاب صاروا يكتشفوا، عرضنا عليهم المشكلة، تم عرض المشكلة على الطلاب وبلشوا يدوروا على الحل من خلال العمل. فارتقى الطلاب إلى وضع حساس في الجهة التحضير، مرحلة التحضير لونه أحمر وأيضا دفاش وأيضا صندوق ثاني وأيضا صندوق ثاني. أستاذ نعم. أشرف، ما عم نشوف السلايد، السلايد الثاني ما حركته، ما عم نشوفه السلايد الثاني، نحن ما عم نشوفه. شفنا أول سلايد، شوف كيف عم تشرح. إذا بدك رد أعمال شير لنشوف السلايد الثاني اللي فيها التصميم. يلا بيانت دكتور، لحظة بيانت بعدها بسلايد 1، انتقل على سلايد 2، انتقل على سلايد 2 لأنه معلقة على أول سلايد، ما عم نشوف التصميم. ما عم نشوف، عم نشوف سلايد نمبر 1، نمبر 1 بدنا سلايد نمبر 2. أوكي باين واضحة هلا؟ لحظة بعد مش مبين شيء، بعد ما مبين شيء. بعد ما شفنا شيء. اعمل ديس شير وبعدين اعمل شير. عملت ديس شير وزاد عملت شير. شير وقبيس عليها، يعني لما بتعمل شير هلا عم تبين. اوكي بينت. بينت بس هيدي سلايد نمبر 3. اوكي بينت بينت تمام. هذا سلايد نمبر 2. اوكي مش الحال مش الحال. هذا سلايد نمبر 2. هلا هذه المكنه مؤلفه من 3 أجزاء: مرحله التحضير ووضع الصناديق، مرحله الطلاء ومرحله التنشيف. هلا لو كان الصندوق الموجود لونه احمر يتم دهانه مره ثانيه باللون الاحمر، وهذا بيتكلف عبء اقتصادي جديد عليها. فالطلاب ارتقوا لتعديل هذه النموذج، فراحوا على السلايد الثالثة. واضحه شايفينها؟ نعم شايفين تفضل. ايه فارتقوا الى وضع حساس سنسور ريد سنسور، يعني لون احمر. في حال الصندوق كان لونه احمر يتم بواسطه دفاش دفشه الى باج نمبر 2. تخطي يعني سنسور. تخطي هذه المرحله. اما في حال كان لونه غير احمر فيتم عمليه الطلاء وايضا عمليه التنشيف ووضعه في الصندوق رقم 1. وهذه المكنة وشغل الطلاب موجود فيها. شكرا شكرا استاذ اشرف. شكرا الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا يا هلا. هل هناك من اسئله تودون، هل تودون التعليق على المداخله الاستاذ اشرف؟
يعني دكتورنا العزيز، يعني نحن بخلاصة اللي حكاه الأستاذ أشرف، هي عملية التحديد أو عملية تحفيز الطلاب على ابتكار جديد معين ضمن العمل اللي عم بيقوموا فيه. هذا الخلاصة اللي أنا استشفيت من كلام الأستاذ أشرف. صحيح، لأنهم فكروا في كيفية حل هذه المشكلة من خلال السنسر، أنهم فكروا بوضع سنسر على هذه المكنة من أجل تمييز اللون الأحمر، وبالتالي هذا أدى إلى تخفيض تكلفة الإعداد وإنشاء هذه الصناديق. هل هناك من مداخلة أخرى؟ نعم لو سمحت، يعني أقول إن لم يكن التعليم قادراً على حل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا، فلا داعي لهذا التعليم. يجب أن يكون التعليم جزء أساسي من حل المشكلة الحياتية اليومية، من مشكلة الكهرباء، من مشكلات، من كل المشكلات. تفضل. من أجل دكتور، نحن لازم ندخل الاقتصاد حتى بالتعليم المهني كمان، يكون مادة أساسية. كلام صحيح، ونحن ارتأينا في هذا المؤتمر نشر وعرض بعض الممارسات من القطاع المهني لنبرز أهمية القطاع المهني، لأن القطاع المهني للأسف هناك سمعة غير واضحة عند المواطنين للتعليم المهني. تفضل أستاذ هاني. دكتور، الحقيقة حل مشكلة كثير ممتاز، لكن كيف هاي التجربة بده يطبقوها طلابنا بالمدارس؟ هاي لا مشاكل، يعني احنا بنفرجيهم أهمية العلم في حل المشكلات، ليس إلا كمشاهدة وليس كممارس. الطالب يقدر يمارس؟ هل طلابنا في هذه المرحلة بيقدروا يمارسوا؟ وإلا بدهم مستويات تعليمية أعلى أو عمرية أعلى من المرحلة الثانوية. أستاذ أشرف تفضل. نحن في التعليم، نحن عنا بالتعليم المهني أستاذ هاني، كل شيء بيتعلموه نظري، الجزء النظري بيطبقوه عملي، فهذا جزء مطبق عندنا بقلب التعليم المهني. سوري، مطبق علميا بالتعليم المهني لمستويات بعد المدرسة الدراسة الثانوية. لا، هول ضمن الدراسة الثانوية. والله صحيح. أستاذ هاني هي المرحلة الثانوية بالمهني، مش هيك؟ تفضل أستاذ. صحيح. أستاذ زاهي نصر الله، يمكن بده يحكي شيء كان الدكتور نعمي. أستاذ زاهي نصر الله. نعمي أستاذ زاهي. زين، يسعد مساكم. بس نحن بدنا نلفت نظر للتعليم المهني، هو ثلاث مراحل. في المرحلة التكميلية المهنية والبكالوريا الفنية ومرحلة الامتياز والإجازة. هول مراحل اللي بيتطلب فيها الطالب. للأسف كان عم نحكي الدكتور طافية. للأسف من فضلكم هدى، دكتور هدى بليز ميوت يور سيلف. دكتورة هدى بليز ميوت يور سيلف. ثانك يو. دكتور عفوا، نحن صار في عنا مفهوم عند الطلاب بالتوجه المهني، خاصة هالتوجيه مفروض من الدولة تتدخل في هذا الموضوع، والأهل لهم دور كبير، والمجتمع صار يقولوا إذا طالب منه ناجح بالأكاديمي منوجهه رح يتعلم مهني. وهي للأسف شغلة يعني فيها أخطاء كبيرة، لأنه الطالب اللي عم يهرب من مادة أو عن مادة الرياضيات أو الفيزيك أو أي شيء من هالمواد، عم يروح عم يواجه بالتعليم المهني في 13 مادة نظري، وعم يرجع يروح على شيء اسمه تطبيقي. منشان هيك في تكثيف للنظري بالمهني وبنفس الوقت في تطبيقي. فيا ريت نحن بمجتمعاتنا يكون في توجه صح بالتعليم المهني. شكرا لمداخلتك، مداخلتك قيمة جدا، نتمنى هالشيء يصير بالمدى القريب. ننتقل الترانسليشن. يا استاذ بول. نعم. المداخلة الأخيرة من استاذ بول، ننتقل من بعدها للاستاذ شكيب جابر. تفضل استاذ بول. نعم، انا بعتقد انه اللي كان بتفضل يقوله استاذ قاسم جيد جدا، والمهم هو أكثر أنه التفاعل والابتكار هو بده يصير، أنه قديش تنخرط الدراسات على مستوى الجامعة، قديش تنخرط الجامعة بالمجتمع. وهذه شغلة نحن عايزينها بالعالم العربي. نحن عندنا فصل تام، يعني الجامعة بمحل والمجتمع بمحل تاني، أنه بس التعليم المهني هو بتكفل بحل المشاكل. هذا الشغلة كتير غلط. هو لازم يكون الجامعة هي بحد ذاتها هي متفاعلة، هي مبتكرة، هي عم تتقدم المجتمع، هي عم تعرض مش بس مشاكل المجتمع وحلوله، هي عم تقول له للمجتمع بعد 10 سنين 15 سنة انت وين بدك تصير. هذا اللي بحاجة.
شكرا لمداخلتك استاذ بول. ننتقل الان الى الاستاذ، شكرا استاذ اشرف بوسي. ننتقل الى الاستاذ شكيب جابر. استاذ شكيب جابر هو استاذ لماده الفيزياء في المرحله الثانويه، سوف يعرض ايضا ممارسات تعليميه ابتكاريه لتعليم ماده الكهرومغناطيسيه. تفضل استاذ شكيب. استاذ شكيب تسمعنا؟ نحن شايفين الباوربوينت. مساء الخير. مساء حضرتك دكتور. يا هلا. الجميع. يا هلا. انا جدا سررت لما حضرتك انت عم تفضل ذكرت كلمه ان الطلاب مش بس تعلموا الرياضيات، لم يتعلموا الرياضيات فقط. ولما الدكتور جوليان كمان قال ريل لايف اكزامبل. فنحن مهمتنا بهذا المشروع انه ننقل الطلاب، وانا اللي جاوبت بالشير انه نقل الطلاب الى نقل العلم الى الواقع يعني. صح. نحن بالبدايه عندنا بالثانويه طبعا وباكثر من مكان مشكله كان المشروع تبعنا هو نقل الصوت من دون اسلاك. اضطرينا ضمن مشروع هيك بسيط بالثانويه طبعا الهدف انا عامل شير للسكرين. ايه شايفينها. تفضل. طبعا بالبدايه كانت توليد افكار عند الطلاب، حوار، تحدي، طرح اسئله، اجوبه، تحفيز. يعني بالبدايه هذه كمرحله اولى بهيك مشاريع بس نخوض فيها مع الطلاب. بعدين شو بنقدر نحدد اهداف، يعني شو بنقدر نوصل، شو بنقدر ننفذ. والمرحله ما قبل الاخيره هي توزيع المهام، بنشوف كل تلميذ شو عنده امكانات، واخر شيء بنقيم النتيجه اللي وصلنا لها وإمكانية التطوير. مشروع مكان هو بث الصوت على موجة الأف أم، يعني على موجة الراديو الطبيعية اللي كلنا بنسمعها. بدنا نحاول نقدر ننقل صوت من مكان لمكان تاني ضمن نطاق الثانوي. كان الدرس هو درس الذبذبات الكهرومغناطيسية. كان الهدف بالبداية فهم هذا الفكرة، يعني شو هي التناغم بطريقة إبداعية. استخدمنا أدوات بسيطة جداً، هي قطع إلكترونية بسيطة متوفرة وين ما كان. وحصلنا على نتيجة أنه نقدر بضمن النطاق 2 كيلومتر 1 كيلومتر، يعني بغطي ثانوية جيد. أستاذ شكيب ما عم نسمعك بشكل جيد. بسيط. أستاذ شكيب إذا فيك تغير موقعك ما عم نسمعك بشكل جيد. ديو يعني. في مشكلة بالإنترنت. إيه في مشكلة بالإنترنت. أستاذ شكيب هل تسمعنا؟ أستاذ شكيب الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. أستاذ شكيب. شرائح مقروءة. استاذ شكيب عم تسمعنا؟ غير مسموع نهائيا. ايه استاذ شكيب اذا عندك مشكله بالانترنت حنضطر ننتقل للاستاذ علي مهنا ومنعود لعندك. طيب حننتقل للاستاذ علي مهنا لانه الاستاذ شكيب يواجه مشكله تقنيه، وسوف نعود في النهايه للاستاذ شكيب جابر. فاستاذ علي مهنا هل تسمعنا؟ أستاذ علي مهنا هو أستاذ ومنسق ومدرب لمادة الرياضيات في المرحلة الثانوية في بيروت، وسوف يعرض تجربة تفاعلية ابتكارية لتعليم مادة الهندسة. أستاذ علي مساء الخير. مساء النور أستاذ علي. أرقى التحية للدكتور نعمي صفا، للقيمين على هذه الندوة، لجميع الحضور، الزملاء جميعاً. أتمنى لكم أمسية سعيدة والاستمتاع بالوقت المخصص لي. على المشكلة بالإنترنت. أستاذ شكيب حنرجع بالنهاية، هلأ الأستاذ علي مهنا حيعرض ونرجع بالنهاية بتكون حلت مشكلتك بالإنترنت. أوكي. أستاذ علي ابدأ بالشير. نعم. الشاشة واضحة؟ إيه واضحة. نعم. بداية سأبدأ بعنوان العرض لهذا اليوم. موضوعنا هو
بالونكار ستيم تشالنج، موضوع حول سيارة تصير بواسطة البالون أو الاعتماد على الهواء، موضوع ذات علاقة وذات أهمية كبيرة بمادة الرياضيات، ولكن اسمحوا لي بأقل من دقيقة أن أتحدث عن موضوع الستيم. ما هو موضوع الستيم؟ جميعنا يعرف اليوم أن الحاجة إلى ترابط المواد العلمية وغير العلمية هو أمر أكثر من ضروري. فكرة الستيم التي هي اختصار لمجموعة من المصطلحات الأس هو الساينس العلوم، والتي التكنولوجيا، والإي هي الانجينيرينج، والأم هي الماث. في هذا النموذج المطلوب من هذا النموذج العمل بين هذه المنطقي، بحيث يبنى تعلم هذه المواد على بعضها البعض ويتم ربطها بالتطبيقات الحقيقية التي يعيشها التلميذ. ما أهمية هذه النماذج أو هذا النموذج؟ يمكن أن يساعد ويعتبر هو أحد طرق تعزيز المفاهيم التلامذة. يمكن بإيجاز أن نتحدث عن تعزيز الحوار وطرح الأسئلة، تطوير مهارات التفكير. أتمنى أن تعملوا بيوت أبا تتا رجاءً ميوت رجاءً ميوت رجاءً في بعض المشاركين ما حاطين ميوت، رجاءً وضع ميوت بالنسبة لآيب ما عم يسمعونا. رجاء وضع ميوت المشاركين، إلى المشاركين الرجاء وضع ميوت. تفضل أستاذ علي. نعم سأعيد، كنت أتحدث عن أهمية هذا النموذج، أنه يعزز المفاهيم ومهارات متعددة، أذكر منها الحوار وطرح الأسئلة، تطوير مهارات التفكير الناقد، تحليل البيانات، التعلم عن طريق التجريب والتطبيق التفاعلي، مهارات حل المشكلة، وأعتقد أنكم ذكرتم هذا الأمر سابقاً، البحث العلمي، العمل التعاوني، وتعلم مهارات التواصل، والأهم من هذا كله ربط التعلم مع الحياة العملية. هنا أريد أن أضيء على موضوع حل المشكلات وأخذ بعض المعايير بعين الاعتبار، ألا وهي وضع التلامذة أمام مشكلة، على أن يستشعر ويشعر التلامذة بهذه المشكلة، أن تقدم هذه الإشكالية أو المشكلة على أنها مشكلة واقعية، يحدد التلامذة إجراءات لحل هذه الإشكالية ويبحثون عن المعلومات التي يحتاجون إليها. أيضاً لابد للمعلم في هذه المرحلة من دور بشكل رئيسي، على سبيل المثال أذكر التأكد من رغبة تلامذته ومعرفة مهاراتهم وميولهم. لا يمكن للمعلم أن يطلب من تلامذته حل إشكالية تفوق قدراتهم. توفير المواقف التعليمية وفرص التدريب العملية المناسبة لهم، تكوين نمط أو استراتيجية للتصدي للمشكلة، إرشاد التلامذة للعمل الجماعي، وتقديم الإشكالية على هيئة سؤال. وهنا لابد من الإشارة إلى أن أسلوب حل المشكلات يبني لدى التلميذ الثقة بنفسه ويساعده على حل مشكلات أخرى في حياته. في البداية أنا أدرس التلامذة في أكثر من مدرسة، كان لدينا في الصف التاسع الأساسي موضوع البروبورشن، أي ما يسمى التناسب. هذا في الصف التاسع الأساسي. طبعاً هناك مجموعة من الأهداف مطلوبة في هذا الدرس كانت تتمحور حول تمثيل وضعيات معينة باستعمال الجداول التناسبية أو الرسوم البيانية، هذه الأهداف الموجودة في الدرس، التعبير الجبري عن وضعيات تناسبية معينة من خلال كتابة Y بدلالة X، يعني Y equal KX، والانتقال من شكل تمثيلي إلى آخر من الجداول التابلز إلى رسوم البيانية ومن ثم المعادلات. بداية هذا الدرس يوجد نشاط تمهيدي. هذا النشاط التمهيدي الموجود في الكتاب المدرسي كان على الشكل التالي:
لدينا كما نرى دولابين أو جير ويل، واحد صغير الحجم والثاني أكبر، نرمز لأكس بعدد الدورات الذي يقوم بها الجير الصغير، وواي لذلك الذي لتلك التي يقوم فيها الجير الكبير. المطلوب من التلامذة ملء الجدول الآتي، وهنا نلاحظ أن في الجدول لم تعطى قيم لأكس وواي في ذات الوقت، ومطلوب أيضا من التلامذة إيجاد علاقة بين أكس وواي. حقيقة الأمر أن التلامذة نظروا إلى الصورة واكتشفوا أمرين أو طريقتين للحل. الأولى تمثلت في عد أسنان الدولاب أو الجير الأول، فبلغ عددها 18، وعد أسنان الجير الثاني فبلغ عددها 36 سنة. ومن هنا اعتبروا أن حركة الدولاب الثاني عندما يتحرك لمرة واحدة، هذا يعني أن الدولاب الأول سيتحرك دورتين. مجموعة أخرى من الطلاب قامت بقياس قطر الدولاب الأول وقياس قطر الدولاب الثاني، ومن ثم اكتشفوا العلاقة بين حركة الدولاب الأول والدولاب الثاني. لنبدأ في الإشكالية التي انطلقت لدينا. أيضا من ضمن المسائل الموجودة في الكتاب المدرسي كان هذا التمرين الذي أود عرضه عليكم، ومن ثم الانطلاق إلى الإشكالية. لدينا الدولابين الموجودين في الصورة المرمزين بـ A و B. طول قطر الأول 75 سنتيمتر، بينما الثاني اللي هو الصغير 25 سنتيمتر. المطلوب الريشيو لقطر A على B بالنسبة لـ B. والسؤال الثاني يتمحور حول ما عدد الدورات التي سيحتاجها الدولاب B عندما يتحرك مرة واحدة الدولاب A. وفي عندنا جدول، المطلوب ملء هذا الجدول، وهو يعبر عن العلاقة بين X وY، حيث أن X هو عدد دورات الدولاب B وY عدد الدوران في الدولاب A، ومن ثم تمثيل هذه العلاقة في مستوى إحداثي مرمز على شكل X prime أو X Y prime أو Y. من هنا تولدت لدينا فكرة، ألا وهي أن ننظر إذا كان لدينا دولابين، الأول قطره لنفرض 10 سنتيمتر والثاني قطره 20 سنتيمتر. عند الحركة فلنراقب المسافة التي سيتم قطعها أو اجتيازها، الوقت المستغرق لذلك. من هنا انتقلنا إلى العلاقة مع المواد الأخرى، ألا وهي الفيزياء، العلوم واللغات إلى آخره. تبين لدينا ومن خلال توجيه التلامذة عليهم اتباعها رجاءً ميوت، تحديد الإشكالية. نعم، تحديد الإشكالية. ثانياً إجراء عصف ذهني عند التلامذة. ثالثاً تصميم ديزاين معين. رابعاً بناء هذا التصميم، اختباره، تقييمه أو تقويمه، ومن ثم إعادة تركيب هذا التصميم من جديد، وأخيراً مشاركة التصميم أو الحلول التي توصل إليها التلامذة. وردت فكرة السيارة التي تسير على الهواء من خلال البالون، وكان أمام التلامذة تحدي أن تقطع كل سيارة مسافة على الأقل هي 5 أمتار. اقترحنا لهذا المشروع مجموعة من المواد بحيث يمكن للتلامذة الإضافة عليها أو اختيار منها ما يرونه مناسبا. تم التوضيح لهم بأن مصدر الطاقة للسيارة سيكون البالون، جسم السيارة سيكون كرتون مقوى أو ما يراه التلامذة مناسبا، عجلات السيارة ستكون طبعا أشكال مستديرة مثال سيديات أو أغطية قناني بلاستيكية أو قطع من الكرتون أو الفلين تقص حسب الحاجة، ومواد أخرى، مقاس تلزيق، مصات شراب، مغايط، عيدان خشبية. معايير نجاح التصميم الهندسي. هنا التلامذة أمام تحدي. عند إفراغ الهواء من البالون يجب أن تتحرك السيارة نحو الأمام. هنا نوع من التوجيه للتلامذة. يجب أن تقطع السيارة مسافة لا تقل عن 5 أمتار
وأن تتحرك في مسار خط مستقيم تقريبا، وإثبات تأثير طول قطر الدولاب على المسافة المقطوعة وزمنها. أهداف عامة من هذا المشروع: الاستفادة من مخلفات منزلية، أشياء ذات كلفة مادية تقريبا صفر، تعزيز العمل التعاوني، تطبيق مهارات رياضية وفيزيائية وهندسية مكتسبة، تحليل نتائج واتخاذ قرارات. انطلب من التلاميذ أنه يرجعوا يعملوا إعادة صياغة للإشكالية اللي هن شافوها بأسلوبهم وبعباراتهم الخاصة. هذه كمرحلة أولى لحتى يتبين لنا هالتلاميذ شو فهموا من الإشكالية، هل الإشكالية واضحة عندهم أو منا واضحة. ثانياً، عندهم العصف الذهني، مطلوب منهم يعدوا قائمة بالمواد التي سيحتاجونها في تنفيذ التصميم. يلي ذلك مرحلة، وهذه المرحلة هي مهمة، وليس القيام بالعمليات الرياضية بشكل مجرد على الورق، عليهم بناء تصميم لهذا المشروع باستعمال الأدوات والمهارات المكتسبة في مجال الرياضيات، هذا الديزاين. بعد ذلك عليهم التجربة، الاختبار، عم بيجربوا التلاميذ بينهم وبين حالهم، عندهم المحاولة الأولى، هل التحدي قدروا كسروا هذا التحدي؟ Yes or no، نعم أو لا. Ideas للإمبروفمنت، شو بدهم يعملوا لحتى يحسنوا؟ التجربة الثانية والثالثة، وأخيراً عليهم أن يدونوا عدد المحاولات حتى نجاح المطلوب منهم أو حتى نجاحهم في المهمة. أخيراً عليهم أن يضعوا التصميم النهائي على الورق وبأبعاد ستبين لاحقاً ما هي هذه الأبعاد، وأن يذكروا ما هي التحديات التي واجهوها في عملية التصميم، كيف يرتبط هذا التحدي مع الستام بعد ذلك تنفيذ المشروع ومراحله. كان التلاميذ موزعين في مجموعات، بحيث كل مجموعة قامت بتصميم نموذجين وفق الآتي: النموذج الأول سيارة نصف قطر دولابها 5 سنتيمتر، النموذج الثاني سيارة نصف قطر دولابها 10 سنتيمتر. لكل مجموعة وقت التنفيذ محاولة واحدة. هنا نرى نموذج لهذه الدواليب التي سيستعملها التلاميذ، بعض الصور، النموذج الأول، النموذج الثاني. سأقوم الآن بعرض فيديو صغير يبين مراحل بناء هذه السيارة. We'll be right back.
استاذ علي نعم استاذ علي، لانه الوقت عم يدهمنا، العرض رائع جدا، بس بدي اطلب من حضرتك السرعه لحتى بس نعطي بعد شويه كلام للاستاذ شكيب. يلا 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 بخدمتكم. المرحله الثانيه رح امرق بسرعه على الاشياء اللي بعدها عندي. رح اقول الاشياء اللي شافوها للتلاميذ هن اكتشفوها وربطوها مع المهارات الرياضيه اللي عندهم اللي متعلمينا قبل. عم بحكي هون على تلامذة في المرحلة المتوسطة. تبين أنه لينفذوا هذا المشروع هن بحاجة للاستعمال الدقيق للمسطرة لما بدهم يقوموا بعملية قص الدواليب وقص الكرتون. عندهم الرسم الهندسي والقص، عندهم العمليات الحسابية رح نشوف لاحقاً بالنسبة للوقت والمسافة والزمن، عندهم القيم التقريبية والقيم التامة. نفذوا هذا المشروع على بلاط، ما طول كل بلاطة بشكل مربع، طول كل صايد عندها 50 سنتي، عدوا 10 بلاطات 15 بلاطة إلى آخره، استنتجوا تقريباً أداك المسافة اللي عم تنقطع. عندهم الأكسس أوف سيمتري، لأنه لاحظوا إذا ما كان ماصة الشراب منا موجودة على الأكسس أوف سيمتري للكرتوني، هالسيارة ما رح تمشي بالشكل مستقيم. في عندهم موضوع البروبورشناليتي، عندهم الستاتيستكس لأنه جمعوا داتا، عندهم البروبلم سولفينج حل المسائل، عندهم البارالل لاينز إذا ما كانوا هالدواليب على خطوط متوازية ما بيمشي الحال، عندهم المجسمات، العمليات على القصور، الترانسليشن، هالسيارة عم تنتقل من محل لمحل، تعيين النقاط على إحداثيات محددة، علاقات جبرية وكتابتها، عندهم البيربنديكولار لاينز الخطوط المتعامدة والبيربنديكولار بايسكتور، النظام المتري لوحدات الطول، النقطة الثابتة والنقطة المتحركة. هون كنا عم نسجل لكل فريق المرحلة الأولى، التجربة الأولى قديش كانت السرعة، التجربة الثانية هل قطعوا المسافة الخمسة أمتار أو كلا، آخر شيء عم بيفسروا هالتلاميذ بلغتهم كيف كانوا بكل محاولة هالسيارات عم يشتغلوا، شو التغيرات اللي لاحظوها أو اللي عملوها كمان لحتى يقدروا وصلوا لهيدي النتائج. منفوت على موضوع له علاقة بالفيزيكس، كانوا مطلوب منهم يحطوا مصطلحات معينة، هني وعم بيلاحظوا شكل هالسيارة والبالون هو والهواء عم ينقص منه، يقولوا عم تزيد سرعتها، عم تنخفض سرعتها إلى آخره. في عندي كم ملف بدي أعرضهم، ولكن هاكتفي بعرض شيء له علاقة بالإكسل. هيدا أنا قمت فيه للإكسل، طبعاً للتلاميذ بهيدي المرحلة ما عندهم هيدي القدرة. اللي عملناه نحن شفنا السيارة اللي عندها راديوس 5 سنتيمتر وعندنا الكار with 10 سنتيمتر راديوس، شفنا قسنا حسب الوقت المسافة اللي قطعتها على 5 ثواني 10 15 و20، وكنا عم نقيس المسافة اللي عم تقطعها هيدي السيارة اللي راديوس لها 5 سنتيمتر. نفس الشيء عملناه مع السيارة اللي راديوس لها 10 سنتيمتر، وبنشوف هالجراف بيناتهم. ما قدرنا وصلنا ان تكون المسافة هي الدبل، هي الضعف،
التلاميذ أوعزوا هيدا الشيء، لأنه كل ما كبر حجم السيارة وكبر وزنها هي بحاجة لطاقة أقوى، كان مفروض يغيروا أحجام البالونات، وبالتالي سعة الهواء اللي موجودة بداخلهم. في عنا كمان هون عم نشوف مقارنة بين المسافة الأولى والمسافة الثانية بالنسبة للوقت، بنلاحظ أنه على 20 ثانية قد صار الفرق كتير كبير بيناتهم. وبالسلايد الأخيري أو الشيت الأخيري كنا عم نشوف السبيد، الأفرج سبيد بالنسبة لأول سيارة والتانية، طلعت سرعتها أول واحدة 0.24 هيدي 0.43 منا إكزاكتلي هي الدبل لإلا. هيدا الشيء اللي أنا حبيت أعرضه عليكم على حضراتكم، ويعطيكم ألف عافية. شكرا أستاذ علي على هذا العرض الإبداعي الابتكاري. ننتقل الآن، معنا وقت قليل، أستاذ شكيب بسرعة إذا في مجال للعرض لأنه يداهمنا الوقت. أستاذ شكيب تفضل. الله يعطيك العافية. شكرا دكتور نعمي. الله يعطيك العافية أستاذ علي. بس أنا ما عم بقدر أعمل شير سكرين لأنه بعد في حدا الظاهر عامل شير. أستاذ علي إذا بتعمل ديس شير أستاذ علي. أستاذ علي عم تسمعنا؟ تفضل أستاذ شكيب. مش الحال؟ نعم. إيه تفضل. شكرا. شايف الغراض؟ تفضل شايفينك تفضل. مش الزلمة؟ فإذا بالبداية كانت الفكرة إنه نصنع جهاز FM transmission. يعني يقدر يبث الصوت على موجة الأف أم ونستقبلها على أي راديو موجود بالمكان. أول شيء بالبداية المشروع بلش بأسئلة على الطلاب كأفكار موجودة عندهم، كيف بيشتغل، كيف يعمل جهاز الراديو. بالبداية طبعاً بيجاوبوا أجوبة، يلتقط الموجات عبر المستقطب، كيف شو نوع الموجات. في هون بيكون في شوي إشكالية عند الطلاب إنه دائماً نوع الموجات اللي بيستقبلها الراديو ما بيكون، لأنه بنرجع لنفس المشكلة إنه دائماً كل الشغل مع الطلاب بيكون نظري، ما فيش شيء عملي، لذلك منواجه شوي صعوبات بالبداية بس تتقطع عبر التصويب يعني. فمن جاوب هون منقول إنه الموجات هي موجات كهرومغناطيسية، نرجع منذكرهم فيها، نرجع بننتقل لمرحلة تانية هي كيف ممكن نحول الصوت لهذه الموجات لنقدر نبثها هوائيا. طبعا بعض الطلاب بيقولوا لا، دائما على طول في عنا مشاكل بالبدايه، بنرجع بنقول فاذا اذا فيش امكانيه ننقل الصوت، لكن كيف بنسمع صوت من مكان لمكان وكيف بيشتغل الراديو؟ ممكن عبر اجهزه، دائما هن بيحسوا انه البدايه انه صعبه، يعني دائما كل بدايه صعبه عندهم بتكون بهيك مشاريع. ليش الراديو؟ فاذا لماذا الراديو له اكثر من تردد لحتى نلتقط اكثر من محطه؟ فإذاً التردد الموجات له علاقة بخصائص الصوت. هون بلشنا نقرب الفكرة للشيء اللي موجود بنداه للتلميذ بالكتاب. يعني أنا شو مهمتي بالبداية أني حاول أقرب له، أن شيله من الكتاب للتلميذ، أنقل التلميذ من الكتاب من المعلومات اللي بنداه لشيء موجود واقعي للواقع. بالمرحلة الثانية فإذاً منبلش ب وظيفة الدارة التي تتألف من مكثف وملف مغناطيسي. هون عم بيشتغل بالكتاب، صرت بالمحتويات اللي موجودة بين بدان التلميذ، تبادل الطاقة الكهربائية والمغناطيسية. هل هذا التبادل من تردد؟ عم حاول أنا بأسئلتي وبتصويبي أني أربط ما بين الأشياء اللي موجودة عندهم بالواقع والأشياء الموجودة في الكتاب. نعم، إذن هل يمكن تحويل الصوت إلى طاقة كهربائية كالميكروفون؟ إذن هذه الدارة تصدر موجات كهرومغناطيسية عبر الملف ولها نفس تردد الصوت. إذن مما تتألف محطة راديو الأفان؟ كونوا فكرة، هني الطلاب كونت فكرة بالبداية من هالأسئلة البسيطة والحوار البسيط اللي دار بالصف. مما تتألف محطة راديو أفان؟ ميكروفون، نعم ميكروفون. دارة تتألف من مكثف وملف، نعم دارة كهربائية بسيطة جدا، ومستقطب. فإذا دائما الطلاب يكون لديهم بعض المشاكل في هذه الحالة، بالإضافة إلى يعني مصدر التغذية الكهربائي وتقوية مستقطب الإرسال لتغطية مناطق أوسع. فإذا المرحلة الثانية من بعد الحوار مرحلة توزيع الأدوار من أجل جمع الكتب. نقوم بتقسيم الطلاب إلى مجموعات وتوزيع المهام.
يعني يقومون الطلاب بجمع القطع اللازمة لهذه الدار الكهربائية، مقوي، مكثف، إلى آخره من قطع. هذا الرسم وشرح للدار الكهربائية. دار كهربائية بسيطة جدا يمكن استخدامها، هي عبارة عن مدخل صوت قد يكون AUX، يعني بإمكاننا تحميل صوت من التليفون مباشرة أو عبر الميكروفون، ولها مخرج هوائي هو بث يعني مستقطب، ولها تغذية كهربائية قد تزيد عن 3 فولت. فإذا نقوم بطباعة هذه الدار الكهربائية على الورق ونقوم بتوزيعها على الطلاب. مفيد تكون خبر طبعا إشراف الأستاذ، وبمجموعة هناك عمل جماعي وهناك عمل فردي. بعد التنفيذ مرحلة الجمع في المختبر، هذه صورة للدار الكهربائية التي نفذناها في المختبر. طبعاً مدخل صوت AUX يمكن استخدامه من التليفون، تغذية كهربائية وما فوق مستقطب، واستطعنا بهذا الجهاز البث الهوائي استطعنا التقاط الصوت في نطاق قطر ما يقارب 1 كيلومتر إلى 2 كيلومتر، يعني ضمن نطاق المدرسة وما فوق، على أي جهاز راديو FM، وبإمكاننا التحكم بالموجة عبر تغيير المكثف. أستاذ شكيب، نعم بعدك معنا؟ أي أوكي، أنا أقطع الصوت شوي. أوكي، بدي أطلب منك باقي الأنشطة بسرعة تمر عليهم. باقي الأنشطة أحببت أن أشارككم أيضا طبعا التعامل الإبداعي والابتكار هو المشاريع كمان بالأسئلة، يعني أنا أرغب بأنه التلميذ حتى هو امتحان وعم يأخذ علامته كمان يستفيد من خبرة الإبداعية. عندي بعض على الطلاب والتجارب بهذا التجربة الجديدية. رجاءً زملاء ميوت عم نسمع أصوات، إذا في مجال تعملوا ميوت. أستاذ رائد، إذا في مجال تعملوا ميوت. أستاذ رائد عم نسمعنا أعمال ميوت. شكراً، تفضل أستاذ شكي. استطعنا قياس قوة الجاذبية بواسطة كاميرا التصوير وكرة صغيرة، يعني قمنا بتصوير الكرة وهي تسقط على الأرض، وبواسطة حسابات بصرية بسيطة جدا وهي ضمن منهاج التلميذ استطعنا، وبالإضافة إلى حسابات نظرية نيوتن، استطعنا أن نحسب قيمة الجاذبية التي هي دائما تكون مشكلة لدى الطلاب. من أين نحصل؟ دائما يسألون من أين نحصل على هذا الرقم 9.8 و9.9 و9.7 متر بالثانية. في التجربة الثانية استطعنا فهم طريقة عمل هذا خزان المياه الذي يوزع المياه على منازل القرية عبر حسابات الضغط وإلى آخره، بالإضافة إلى طبعا هنا الصفوف متعددة، كافة المراحل العمرية، السابع، العاشر، الحادي عشر إلى آخره. هنا استطعنا أحد التلاميذ يسألني لماذا سخان المياه في المنزل له أنبوبين، الساخن والبارد، والساخن موجود في المنطقة الأعلى داخل الخزان والبارد موجود في المنطقة السفلى. استطعنا قيام هذه التجربة، بالإضافة إلى كيفية عمل ألعاب ضخ المياه عبر حسابات الضغط وإلى آخره. هنا كذلك محطة الوقود في الزهراني استطعنا طرح فكرة لتنظيف هذه الخزانات الوقود من الترسبات الموجودة، بالإضافة إلى بعض التجارب لكيفية طريقة عمل المكواة الكهربائية وميكانيكا الحركة عند الجندب، بالإضافة إلى في صف العاشر استطعنا قياس ارتفاع مبنى من دون استخدام أي متر أو أي شريط للقياس بواسطة حسابات بسيطة للوقت واستخدام نظرية نيوتن. شكراً أستاذ شكيب على هذا العرض الابتكاري التفاعلي الشيق.
نتمنى أن يفيد الممارسين والمشاركين في هذه الندوة. شكرا لحضرتك. العودة إليكم. نحن تقريبا سوف ننهي الجلسة. كلمة أخيرة مني ومن السيد جوليان. الكلمة الأخيرة هي نحن عرضنا في هذه الندوة الممارسات التفاعلية التعليمية الابتكارية، ولكن هناك أدوات تكنولوجية يمكننا أيضا استعمالها من أجل تعزيز التفاعل والابتكار في الممارسات التعليمية. سوف أعرض لدقيقة واحدة بعض من هذه التقنيات وأنهي الجلسة وأعطي الكلام إلى السيد جوليان. ترون أمامي باختصار لما تكلمنا عنه في هذه الندوة. الممارسات التعليمية هي تدور حول حل المشكلات، دراسة حالة، مشاهدات ميدانية، مهمة أداء، لعب أدوار، استخدام أسئلة، جدل، نقاش، تفكر، خريطة ذهنية، خريطة مفاهيم، عمل تعاوني، فكر زاوي شارك، فكر بصوت عالي، أنماط تعليم، تفريد تعليم، خرائط معرفة، عروض طلاب، استقلالية طالب، تقويم ذاتي، جيكس وستاد. أما بالنسبة للتطبيقات التكنولوجية التي قد تساعدكم أيضا في تعزيز التفاعل والابتكار أعرضها عليكم، وربما في ندوة أخرى سوف نقوم أيضا بعرض لأنشطة ابتكارية تفاعلية باستخدام هذه التقنيات: كويزلت، كاهوت، ويب كويست، إنجريد، إدموندو، إديكاب، بلاي أت ذا بازل، بادلت، سكراتيف، كانفاس، كامتيتشا، أدوبي سبارك، أني ميكر، جامبورد، منتيميتر. صراحة أنا كان في عندي مثلين لألون، ولكن لضيق الوقت لن أستطيع بعرض هذه الأمثلة. ربما في ندوات أخرى سوف نحاول أن نعرضها ونشاركها مع حضراتكم. سيد جوليان، مستر جوليان، the floor is yours if you would like to wrap up the session. Thank you so much. I'd like to particularly thank you. أود أن أشكر دكتور نعمات وكذلك كل المشاركين. ما يبدو لي أنه هناك غنى كبير من الابتكارات التي تحصل في الدول العربية، إلى حد أنه لم يكن لدينا الوقت الكافي اليوم لإعطائه الوقت الكامل وللاستماع لكل الأمثلة المعروضة. وأظن أن هذا يبعث على الارتياح، وهذا يشجعنا. وإن وصلنا في تشاطر هذه الممارسة سوف نساعد بعضنا البعض، وهذه البلدان التي تعتمد على الممارسات بإمكانها أن تستفيد من هذا. وفي يومين الدكتور نعمة سوف ينشر هذا ويعطينا بعض الأمثلة عبر باوربوينت. إن كانت لديكم أمثلة أخرى أو أسئلة أخرى أو تودون طرح أسئلة من فضلكم قوموا بوضع تعليقاتكم. يمكن أن يكون هناك شخص آخر هناك له أمثلة أو درس أو دراسة حالة التي يمكنها أن يدخلها في طرق عمله، لنحاول أن نبني على ما قمنا به اليوم حتى نتقاسم وننخرط في هذا الحوار لمساعدة بعضنا البعض، لجعل عملية التعلم أكثر استفادة وأكثر إفادة لكلنا معنا. شكرا لكم جميعا، وأنا أرتقي وسوف أزور موقعنا الإلكتروني فيما يخص الأحداث المقبلة. ومن فضلكم سجلوا لهذا موقع الإلكتروني وسجلوا أنفسكم، وأنا أرتقي اللقاء الموالي الذي سوف يحصل في آخر يناير وفي بداية فبراير. وشكرا لكم. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. شكرا لك. Thank you all. Thank you for having participated. Thank you. الندوة التالية سوف تكون في أوائل شهر شباط. نراكم. شكرا. أبدعتم جميعا. أبدعتم. شكرا دكتور نعمة. شكرا لك. شكرا للجميع. شكرا دكتور. شكرا كثير. شكرا دكتور نعمة. goodbye. يا هلا استاذ هاني. شكرا. حقيقة يعني نشاطات كثير جيدة، ويمكن نشاط البالون ممتاز، يعني هذا ممكن يكون اختراع لعبة للأطفال. صحيح. thank you. thank you.